لو كان الواقع السوداني كتاب، خليني أقرأ لكم بعض الصفحات من تلخيصي لو كشاب بهبشة من الماضي، لأنه حجر أساس الحاضر. أبدأ بقولي أن الشعب السوداني صابر باختلاف الأزمان والحكومات. ممكن تقول أنه ضمير الشعب كان في سبات، كان فتحت القنوات تشاهد إعلانات عن الغذاء والغناء أكثر من الدواء، والأسعار ماشية في غلاء. حكاوي الماضي عن الرخاء ما ممكن تصدق هسه، لما تنظر تلقى أي ماضي قاعد يكون أرخص. ما تكذيبا لكم بس صعب علينا نصدق أننا شعب لما يصاب بالمهازي قاعد يصفق بلد المليون من المربع، سابقا سلت غذاء العالم. كلام في الظاهر سمح وكيت نقراه في المدارس، نجي للواقع تلقى البلد عايشة في مجاعة بشباب مستعد تخارج في أي ساعة. الزول يقول لك عايز أوثق بلقت شهادات خبرة، تستغرب تقول الحكاية دي فكرة ولا فطرة. في ظل عطالة مقننة الواحد بيكون محتار بين قطاع البحر شرق أو ليبيا بلد الأحرار. حديثا عن الحرية المفهومة بقى ملتوي من أفلام أمريكية ومسلسلات تركية. مصرية في الماضي أس الشبكات الاجتماعية زادتنا اللاسوية على اللاسوية الموجودة، في حلقة مفقودة بين الأجيال بسبب الجري لأي زول قاعد يجاوب به السؤال. تمرق بدري تخلي الشفة على التلفزيون شان يربي، اكبر تستغرب تقول ليها الجنة طلع متربي بتطرف ديني أو سياسي. العقل الخاوي الملتهي بالتقنية الحديثة يشكل أفضل أرضية للسموم الفكرية أن تسيطر على العقلية السودانية من ماسونية وحتى إرهابية، عشان نتقبل الأمور كالماسوشية. نعيش عبيد لغير الله تحت رحمة المال والجاه، نستمتع بتعذيب الجشعين لنا مع أن القرار ده ممكن بكل سهولة يكون بين يدينا. ما لبست ثوب الواعظ حاجة شفته ودار أقوله، بعيدا عن العواطف اللي بتميزنا كأمة، نقطة ضوء في نصف الظلمة أم نقطة ضعف بتنجح كل مرة أنها ترجعنا للخلف. شايف كثير من البنات والشباب الباير المقومة ملت بسبب الكبت الحاصل للشباب الفاير. الواحد هو للعرس داير بس لما نلقى الموضوع صعب كده بيبقى من الموضوع ده طاير. الكاش بتكلم لو ما عندك كاش أحسن تقطم.